قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. لم يكن هذا في الحقيقة احتفالا بعيد الشباب والرياضة في تركيا، بل إنها مظاهرة مليونية جابت أنحاء تركيا من الأتراك الغاضبين المطالبين بإسقاط حكومة أردوغان ومحاسبته مع وزير خارجيته على الجرائم والدماء التي أراقوها في سوريا وتركيا. المسبب لكل عملية قتل وجريمة في سوريا هي أمريكا في البداية، وكل من يساندها من قطر وتركيا وغيرهم، ونحن نندد بهم جميعا. أقول لحزب العدالة والتنمية، لهذه البلاد أصحابها الشباب، فلا يسعون لتقسيمها وتمزيقها، فليعلموا أننا لن نترك لهم الساحة فارغة. الأعداد الهائلة من المتجمهرين أطلقت شعاراتها المنددة بالإمبريالية الأمريكية وأدواتها في المنطقة، وعلى رأسها حكومة حزب العدالة والتنمية، وأكدوا أن الشعب التركي لن يترك هذه الحكومة دون إسقاطها ومحاسبتها. ليس فقط حزب العدالة والتنمية من يهاجم سوريا وحسب، بل أمريكا والدول الأوروبية أيضا. لا يحق لأحد التدخل بشؤون الداخلية لأي دولة، وأي دولة مستقلة هي حرة. عاشت حرية وسيادة سوريا وتركيا. اصمدي سوريا، نحن خلفك. لا يمكنهم خلق عداوة بين تركيا وسوريا. دكتاتورية العدالة والتنمية فعلت كل ما بوسعها لافتعال العداوة، ولكن الشعب التركي مدرك لما يحصل. سياستهم الخارجية ضد سوريا أفلست، وهم مدركون لهذا، ولذلك أردوغان في أمريكا الآن. أساساً نحن لا نريده هنا. إنها انتفاضة على حكومة أردوغان أعلنها الشعب التركي، وهي أول قطاف ستدفع الحكومة التركية ثمنه غالياً بعد رعايتها وسقايتها الدموية لفوضى الدول المجاورة. قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد. قسماً بذاك ونحن الصادقون.